ليدي سفيرت اتفضلي. ما في مشكلة، رجعنا نتواصل من جديد أكيد. بتحتاج لانه هي ما تحس بانه هي شريحه اقل من الاخرين، لانها هي فعليا ما اقل من الاخرين. الاعاقه ليست في الجسد وانما في الذهن على فكره يعني. صحيح. لكن بنلقى انه هم الدار تحديدا عانى في مراحل مختلفه وسابقه، تحديدا عانى من مشكلات كبيره جدا، يعني كان في تدهور ملحوظ وبصوره ملحوظه كبيره جدا. الان الوضع اختلف تماما، الان دار ششر للاطفال ذوي الاعاقه بثوب جديد، ثوب جميل، ثوب السودان الجديد. حابين نتطرق لهذا الموضوع ونتعرف على تفاصيل كثيره داخل دار ششر للاطفال ذوي الاعاقه مع الاستاذه اخلاص الشيخ بري، عضو اللجنه التسييريه وممثل المدير العام بدار ششر للاطفال ذوي الاعاقه. اهلا بك استاذه اخلاص، صباح الخير عليك. اهلا حبابكم عشره، وسعيدين وممتنين انه يعني تطرقوا هذا الموضوع وتدخلوا في هذه الدار الرحيبه. الدار أنا بعتبرها دولة حقيقة. زي ما ذكرت الإعاقة ما إعاقة حركية، الإعاقة قد تكون في الإنسان السوي. نعم. الآن هؤلاء هذه الشريحة المستهدفة منتج نافع لنفسك وللمجتمع، حاولنا إدماج هذه الشريحة في المجتمع، وقد قدم الدار الكثير الكثير الكثير. حقيقة الدار دار تطوع دار منظمة طوعية أنشئت في العام 1973 لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الحركية في السودان، بمبادرة من نفر كريم من أبناء وبنات السودان. من هنا بنوجه لهم التحية والله، وبنشكرهم تماما إنهم قاموا بهذه المبادرة، إذ أن الدار هي الدار الوحيدة في السودان التي تقدم هذه الخدمة. الدار يأتي إليها الأطفال من كل ولايات السودان، بوصفها الدار الوحيد التي تهتم بأطفال أو ذوي الإعاقة الحركية في السودان. تطورت خدماته من ذلك العام واسهمت كثير جدا في تاهيل كثير من الاطفال. النقله اللي حصلت لها يمكن واضح في الشاشه، يمكن بعض الصور نعم صور من الدار، يمكن بعد ما تاهلوا وتم اعاده تاهيله من جديد الان على الهواء مباشره. تفضلي. النقله اللي حصلت للدار كانت في 2002 بافتتاح غرفه العمليات. صار ان صار تجرى العمليات داخل الدار، وطبعا احنا قبلها كنا بنحول الى ثوبه وغير المستشفيات يعني للعمليات للاطفال. لما افتتحت غرفه العمليات في الدار بقى الطفل بيتلقى الرعايه الكامله داخل الدار. نعم. يمكن دي تطواف جميل جدا يا الصور يعني. نعم. يا محمد خلينا نعلق على دي، ده الوضع الحالي صح للدار. صحيح. الصور الحاليه صحيح. يعني بعد ما تم تاهيله. صحيح. وفعلا واضح جدا انه هو جميل ومريح. صحيح. نفسيا يعني للأطفال. بالنسبه للاطفال نحن نقول انه دار ششر هي دار يعني ما محتاجه انه الناس تتكلم عنها، بالنسبه للخدمات اللي بتقدمها، بالنسبه لوقفتها مع اطفال مهمين جدا بالنسبه للحياه هم ذوي الاعاقه. وزي ما انتم تطرقتوا انتوا عزيزتي لينا قلتوا انه الاعاقه هي ما فقط في الحركه وفي الجسم، اعاقه ربما تكون انت ذاته تكون سليم لكن ما تقدر توفر وضعك او تقدر تعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها. فنتمنى لكم اول حاجه التوفيق اولا واخيرا، اللي تقوموا بعمل عظيم. شكرا. ودائما بيقولوا الانسان اللي بيكون واقف وراء هموم الناس وقضاياهم ربنا بيختاره عشان معكم جنبا على جنب الدار تتقدم تمشي لقدام. لكن بالنسبه للكلام ونحن لسه بنتكلم